طبعا حضراتكم جميعا شعبة تعلم إلكتروني دبلوم مهنية. المقرر الحالي مقرر على شعبة تعلم إلكتروني. خلال دقيقة أو دقيقتين من الآن هنبدأ مع بعض بإذن الله تعالى. أنا بحاول أعمل شير لصورة الكاميرا لكن بيديني تعذر وصول للوسائط، يبدو الإنترنت ضعيفة شوي. دي للمرة الثالثة. ظهرت الشاشة عند حضراتكم يا شباب. تمام يا وليد، تمام. طيب نبدأ بإذن الله تعالى على بركة الله. أولا كل عام وحضراتكم بخير إن شاء الله. المقرر زي ما حضراتكم شفتم وسماه تصميم مواقع الويب التعليمية. ما تنسوش حضراتكم المقرر مش اسمه تصميم مواقع الإنترنت، اسمه تصميم مواقع الويب. هو في فرق بين الاثنين؟ نعم. لما نتكلم عن الإنترنت فإحنا بنتكلم عن الشبكة العالمية كلها بكل إمكاناتها، إمكاناتها في البريد الإلكتروني، إمكاناتها في نقل الملفات، إمكاناتها في الشات أو الدردشة، إمكاناتها في الفيديو كونفرنس في المؤتمرات، إمكاناتها في التعليم والتعلم. كل إمكانية من دول قصة، كل إمكانية من دول قضية. من إمكانات الإنترنت شبكة الويب، من إمكانات الإنترنت شبكة الويب. يعني كأني شبكة الويب كلها طفل صغير تحت مظلة كبيرة اسمها الإنترنت. ده كده علاقة ايه؟ علاقة جزء بالكل. الجزء هو الجزء هو الويب، الكل هو الإنترنت بجلالة قدرها ككل. وبالتالي اللي احنا رايحين نتكلم عليه قضية تصميم جزء صغير من شبكة الإنترنت اسمه مواقع الويب. ومش هناخد كل مواقع الويب، لأن الويب فيها مواقع تجارية، فيها مواقع تعليمية، فيها مواقع طبية. إذن حديثنا هيبقى محدود في قضية تصميم مواقع الويب التعليمية. الموقع الواحد بيتكون من عديد من صفحات الويب. اللي حضرتك بتشوفه على شاشتك دي صفحة. يعني لو حضرتك زرت موقع جريدة، الصفحة الافتتاحية للجريدة الصفحة الأولى اسمها صفحة ويب، ويب بيج. الموقع بيتكون من عديد من الصفحات. المواقع الكبيرة يبقى فيه آلاف وربما ملايين الصفحات. إذا قدرت تصمم صفحة فيها كل الإمكانات يبقى قدرت تصمم موقع، لأن الصفحة الثانية الثالثة الألف ما يختلفوش في المهارة عن تصميم الصفحة الأولى. واضح كده؟ يبقى إحنا لما نقول موقع ويب فإحنا بنتكلم عن عشرات ربما مئات ربما آلاف من صفحات الويب. الصفحة الواحدة هي الشاشة اللي قدامك بالأيقونات اللي فيها، إذا كان فيها صور، إذا كان فيها نصوص، إذا كان فيها أفلام،
كل ده ممكن يكون موجود في صفحة ويب واحدة، في صفحة ويب واحدة. النهاردة إن شاء الله تعالى مش هنتكلم عن تصميم مواقع الويب، احنا هنبدأ بأول موضوع تقييم مواقع الويب، لأن ده مرتبط بتكليف حضراتكم بتنجزوه. أول التكليفات الخاصة بالمقرر إنك تاخد أحد مواقع الويب التعليمية، موقع مدرسة، موقع شخصي، موقع جامعة، وتبدأ تقيمه، تحكم على معايير الجودة بتاعته. هنعرف النهاردة إيه المعايير اللي إحنا هنحكم في ضوءها، تمام؟ هنعرف النهاردة إيه المعايير اللي إحنا هنبدأ نحكم في ضوءها. يا رب تكون الشاشة ما زالت ظاهرة قدام حضراتكم. تمام، زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم دلوقتي ان عملية تقييم مواقع الويب عملية علمية، يعني عملية بتخضع للتفكير العلمي. الهدف منها ايه؟ ان احنا نجمع معلومات عن الموقع. المعلومات اللي بنجمعها عن الموقع في ضوء معايير. الهدف ان احنا نقدر نصدر حكم على الموقع، هل يا ترى الموقع ده يتسم بالجودة ام لا؟ يبقى تقييم الموقع يعني ان احنا معانا بطاقة معايير. عفوا، الشاشة ظاهرة عند الكل ولا مختفية عند الكل؟ الشاشة اللي قدامي اللي هي فيها المقصود بتقييم الموقع. طيب بصوا يا شباب، في مبدأ عام في التدريس أونلاين، فيه مبدأ عام في التدريس أونلاين. إيه هو؟ ما دام في مجموعة من الزملاء، ما دام في مجموعة من الزملاء أو حتى واحد أو اثنين، الصورة عندهم واضحة والصوت عندهم واضحة واضح، فده معناه ببساطة إن اللي مش ظاهر عنده الصوت أو مش ظاهر عنده الصورة يبقى عنده مشكلة في الشبكة، لأن ده معناه إن المصدر ليس به مشكلة من عندي أنا. ما دام وصلت لكم ووصلت للبعض منكم الصورة ووصل للبعض منكم الصوت، يبقى المصدر ما عندوش مشكلة. تبقى المشكلة عند المصدر لو الكل لا يرى أو الكل لا يسمع. أما سماع البعض ورؤية البعض فده معناه إن الزملاء اللي عندهم مشكلة في الصوت أو عندهم مشكلة في الصورة، الأرجح إنه هيكون عندهم مشكلة في الشبكة. دلوقتي على الأقل خالص ممكن يسمعوا معايا وممكن يغيروا أماكنهم أو يعيدوا تشغيل الجهاز أو يتابعوا من جهاز آخر. قلنا إن تقييم مواقع الويب عملية علمية، الهدف منها ان احنا نقدر نصدر احكام على هذه المواقع. يفترض ان لكل موقع اهداف، فاحنا بنصدر احكام، هل يا ترى الموقع ده بيحقق اهدافه ولا لا؟ وعلشان نقيم بصورة علمية
فإحنا بنستخدم ما يسمى بقائمة المعايير. بقائمة المعايير هنشوف الكلام ده في محاضرتنا النهاردة إن شاء الله تعالى. بس في الأول في بعض المعلومات البسيطة يهمني أنكم تعرفوها. اللي ظاهر قدام حضراتكم دلوقتي تفرقة بسيطة بين الإنترنت والويب. الإنترنت لو تتذكروا حضراتكم كلمة بتتكون من مقطعين، International Network. International Network من كلمة International أخذنا إنتر، Network أخذنا كلمة نت، يعني أخذنا مقطع. إنتر من International ونت من Network، فتكونت الكلمة اللي هي إنترنت. الشبكة الإنترنت شبكة هائلة من ملايين الحواسيب الشخصية والمؤسسية، وملايين الخوادم اللي احنا بنسميها السيرفرز، اللي هي الكمبيوترات الكبيرة اللي بنسميها في عمليات التخزين. هذه الأجهزة كلها مترابطة، بعضها مترابط سلكي، بعضها مترابط لاسلكي، بعضها بخطوط سريعة في النقل، بعضها بخطوط بطيئة، بعضها باستخدام كابلات أو عبر الأقمار الصناعية. كل دي وسائل لربط هذه الأجهزة. وظاهر قدامكم حضراتكم زي خريطة العالم اللي بتوضح فكرة الترابط ما بين الكمبيوترات. الشاشة اللي قدام حضراتكم دلوقتي بتعرض لكم أكثر 10 لغات مستخدمة على شبكة الويب من مدة عامين، في 31 مارس 2020، احنا حاليا في مارس 22. دي أحدث إحصائية قدرت أحصل لحضراتكم عليها. بتشير لإيه الإحصائية دي؟ بتشير إلى أن اللغة الإنجليزية هي أكتر لغة مستخدمة على مستوى العالم، وبيستخدمها أكتر من 1.5 مليار إنسان. اللغة الصينية وبيستخدمها أقل قليلاً من 1.5 مليار إنسان. اللغة الأسبانية أكثر من 0.5 مليار إنسان. اللغة العربية أقل من اللغة الأسبانية شوية، يعني حاليا في الوقت الحاضر في عام 22 ممكن تكون اللغة العربية وصلت إلى 0.5 مليار إنسان. ده بالنسبة لي طبعا. وبعد كده عند حضراتكم اللغات البرتغالية، ثم الإندونيسية، ثم الفرنسية، ثم اليابانية، ثم الروسية، ثم الألمانية. ده ترتيب استخدام اللغات على شبكة الويب في الوقت الحاضر. الإنترنت زي ما قلت لحضراتكم دي الشبكة الكبيرة اللي بتقدم عشرات الخدمات من بينها خدمة الويب. ولذلك بصوا حضراتكم على الصور اللي ظهر عندكم دلوقتي، هتلاقوا فيه الـ www دي اللي هي شبكة الويب. دي شبكة الويب. في كمان خدمة البريد الإلكتروني، في خدمات المؤتمرات المرئية، في خدمات نقل وتبادل الملفات الكبيرة، في خدمات الشات بالصوت والصورة، في خدمات الشات بالنص. كل دي خدمات بتقدمها شبكة الإنترنت. يبقى لما بتكلم عن الويب، الويب لوحدها كشبكة اللي هي www أو World Wide Web، www دي اختصار 3 كلمات اللي هم World Wide Web. World Wide Web إحدى خدمات شبكة الإنترنت. آدي أهي، آدي الويب. وحضراتكم زي ما أنتم شايفين في الشاشة المجاورة دي فيها كلمات
مهمة جدا، كلمات اللي موجودة في الشكل ده مهمة جدا، يهمني ان حضراتكم تبقوا ملمين بيها وتفهموها. هكبرها لحضراتكم شوية اهي. الصورة نفسها بتعبر عن الويب، The World Wide Web اهي، The World Wide Web، ودي جزء من شبكة الانترنت العالمية. اللي موجود هنا هو كلمة ويب سايت، ان دي عبارة عن مواقع لشبكة الويب، مواقع ويب سايت. وهنا عندنا الوحدة منهم دي وحدة او صفحة من الموقع اسمها ويب بيج. والويب بيج او الصفحة ممكن يبقى فيها نصوص، ممكن يبقى فيها اصوات، ممكن يبقى فيها صور او رسوم، ممكن يبقى فيها فيديوهات. كل ده بيبقى موجود داخل الصفحة الواحدة من صفحات الويب. وعندنا هنا حاجة اسمها الويب سيرفر، الخادم بتاع شبكة الويب. وزي ما قلت لكم الخادم او سيرفر، وطبعا هي شبكة الويب ما لهاش سيرفر، ده ليها ملايين السيرفرات. الخادم ده عبارة عن كمبيوتر كبير بإمكانات معالجة سريعة جدا وإمكانيات تخزين عالية جدا. ده اللي موجود في الشكل ده هو. وأنا رفعت لحضراتكم في الموقع الملف اللي أنا بشرح منه بالكامل، يعني تقدروا حضراتكم تحملوه من الموقع إن شاء الله علشان يساعدكم في مسألة التكليف. يبقى مواقع الويب هي ايه؟ اهو ظاهرة قدام حضراتكم مواقع الويب. صوتي واضح والصورة واضحة يا شباب؟ تمام يا ايمان، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. يبقى زي ما ظاهر قدام حضراتكم دلوقتي، مواقع الويب هي مجموعة وثائق، دوكيومنت، مجموعة معلومات، مجموعة كبيرة من الصفحات. وكل صفحة ممكن تتضمن وثائق، تتضمن معلومات. والموقع ممكن يتألف من صفحة واحدة وده نادر، أو من عشرات ومئات الصفحات. مئات الصفحات ده مع بعضهم بنسميهم ويب سايت، موقع. كل من المواقع عنوان، وهو ظاهر قدام حضراتكم اهو اسفل الصفحة من تحت خالص، اهو ظاهر قدام حضراتكم عنوان موقعي انا على شبكة الانترنت، بيبدأ ب HTTP، ودي اختصار كلمة Hypertext Transfer بروتوكول. هايبر تكست ترانسفير، واضح ان كل هو بداية كل كلمة من الكلمات الاربعة، بروتوكول نقل الملفات فائقة الطول، هايبر تكست، هذه فائقة النص، هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. وبعدين نقطتين، وبعدين دبل سلاش، وبعدين www للإشارة إلى أن هذا الموقع على شبكة الويب، World Wide Web. وبعدين بيجي عنوان الموقع باسم صاحبه، باسم المؤسسة، باسم الجامعة، باسم الشركة، وهكذا. فده قدامكم دكتور دي ار شرطة، اللي هي علامة الماينس مش اندر سكور، دي علامة ماينس، يسري دوت نت. ده عنوان موقعي على شبكة الويب. وقدام حضراتكم اهو عدة عناوين، الاولاني اللي ظاهر هنا ده بيشير الى موقع شركة جوجل في مملكة البحرين، بي اتش اختيار البحرين. والعنوان اللي تحته على طول عنوان جامعة موجودة في البحرين اسمها Gulf University
دوت نت، ده عنوان الجامعة، واللي تحته ده عنوان موقع لجريدة اسمها المصريون، المصريون دوت كوم، والعنوان اللي بعده ده كلمة دوت كوم دكتور يسري، ده عنوان موقعي لما كان مجاني، كنت عامله في شركة اسمها شيخ خيمة العربية، كلمة دوت كوم. كده ظهر لحضراتكم ايه معنى اليو ار ال. اليو ار ال ده اللي هو عنوان الموقع الالكتروني، وكل مؤسسة او كل شخص ليه موقع زي كده. لو عايزة تسأل انا على استعداد للاجابة على سؤالها، هل ده كان بقصد ولا بدون قصد يا مروة؟ طيب نكمل مع بعض. دلوقتي وصلنا لمحور محاضرتنا وهو تقييم مواقع الويب. انا قلت لكم تقييم مواقع الويب يبدأ بايه؟ اذكركم، يبدأ بجمع بيانات او معلومات عن الموقع. اهو ظاهر قدام حضراتكم مجموعة من البيانات العامة عن الموقع، اسم الموقع، اسمه، خلوا بالكم اسمه شيء وعنوانه شيء، يعني الموقع اسمه جريدة المصريون، لكن عنوان الموقع لا، ده www.almisriyoon.com. يبقى اسم الموقع، موقعي انا اسمه التربوي الاسلامي العربي، لكن عنوان الموقع www.drusri.net. يبقى اسم الموقع شيء وعنوانه شيء آخر. تاريخ نشر، تاريخ إطلاق الموقع، يعني أول مرة ظهر الموقع ده على شبكة الويب كان إمتى، ودي بتبقى معلومات موجودة داخل الموقع. تلاقي أحيانا يقول لك إيه about me، أو ماذا تعرف عنا، أو تعرف علينا، في الركن ده بتلاقي معلومات عن الموقع، تابع لشركة ايه او تابع لجامعة ايه، مين المصمم، كيف بيتم التحديث، مجموعة معلومات بتبقى موضوعة عن الموقع. يبقى تاريخ النشر المقصود بيه تاريخ ظهور الموقع على شبكة الويب. لغة الموقع، الموقع اللي مطلوب ان احنا نقيمه يفضل ان يكون باللغة العربية، يفضل ان يكون باللغة العربية، لكن في بعض المواقع المواقع لغتين، يعني حضراتكم لو دخلتوا على موقع مثلا جامعة سوهاج هتلاقيه في منه نسخة باللغة العربية وفي نسخة باللغة الإنجليزية. لما تدخل على موقع بنك المعرفة هتلاقيه موجود منه نسخة باللغة العربية ونسخة باللغة الإنجليزية ونسخة باللغة الفرنسية. يبقى في بعض المواقع بتبقى بعدة لغات، وفي بعض المواقع بتبقى بلغة واحدة. الفئة أو الفئات المستفيدة، يعني مين اللي بيستفيد من الموقع ده؟ فلو زميل مثلا من حضراتكم أراد إنه ياخد موقع جامعة سوهاج، يبقى مين المستفيد من جامعة سوهاج؟ خد عندك بقى طلبة المرحلة الثانوية بيستفيدوا، بيعرفوا إيه الكلية في الجامعة عشان يجهزوا نفسهم إنهم هيدخلوا فيها، بيدخلوا بياخدوا معلومات عن نفسهم او عن البرامج الدراسيه او عن الكليات او عن الاساتذه الى اخره. حتى اولياء امور الطلاب يقدروا يدخلوا ايضا على الموقع ويستفيدوا من امكاناته. لو كان الموقع خاص بمدرسه يبقى الموقع ده في مرحله اعداديه ولا ثانويه ولا ابتدائيه، بيظهر داخل الموقع انه ده موجه لمرحله او اكتر. في بعض المدرسين بيبقوا مدرسين في المرحله الثانويه، بس هم اصلا لما اتعينوا في المرحله الاعداديه، فصمم كل واحد منهم لنفسه موقع بيدرس من خلاله وبينشر لطلابه من خلاله دروس. فممكن تلاقي الموقع الشخصي للفرد الواحد خاص
في مرحلة في المواقع المؤسسية. يعني أنت لو دخلت على مجموعة مدارس خاصة، طيب ما هو مجموعة المدارس الخاصة ممكن يبقى فيها ابتدائي وإعدادي وثانوي، ممكن إدارة المدرسة تصمم موقع واحد تسميه إيه مثلا، مدارس مثلا الزهور، مدارس سيتي، مدارس جيل المستقبل. لما تدخل داخل الموقع تلاقي فيه ابتدائي وإعدادي وثانوي. بعد كده موضوع أو تخصص الموقع، موضوع أو تخصص الموقع. في مواقع إحنا اللي خصنا موقع تعليم، اللي خصنا الموقع اللي إحنا هنقيمه مع بعض يفضل يكون موقع تعليمي بعد إذن حضراتكم. مش مقبول إنك تقيم موقع تجاري. الموقع اللي عايزينه واللي هنبنيه هيكون موقع تعليمي. وصف موجز لمحتوى الموقع ده في إيه؟ ممكن يبقى فيه معلومات عن مدرسين المدرسة، وممكن يبقى فيه فيديوهات لتدريس مقررات سنوات الدراسة في المدرسة. يعني فيه أفلام فيديو لتعليم العلوم لإعدادي أو إعدادي وثانوي، زي ما قلنا ممكن الموقع يشمل مرحلتين أو أكثر. فيه كمان معلومات عن إدارة المدرسة، فيه معلومات عن المصاريف، فيه معلومات عن الجداول الدراسية، في معلومات عن طرق الوصول للمدرسة، في معلومات عن حافلات المدرسة وأسماء وبيانات السائقين وهكذا. فالموقع نفسه ممكن يتضمن معلومات، لكن كمان معلومات إدارية أو معلومات ثقافية. الجهة المشرفة على الموقع، الجهة اللي أنشأت الموقع، إذا كانت جامعة مثلا موقع جامعة سوهاج هيبقى الجهة المشرفة عليه هي جامعة سوهاج. لو مدرسة زي مدرسة باحثة البادية هيبقى الجهة المشرفة على الموقع هو مدرسة باحثة البادية، مش إدارة سوهاج التعليمية، لا طبعا ده هتبقى المدرسة نفسها. المؤلف أو المصمم وعنوان وكل البيانات دي يا شباب في كل موقع، زي ما هتزوروا المواقع وتشوفوا هتلاقي اسم المصمم، وغالبا هيقول حضراتكم في ركن اسمه ماذا تعرف عنا أو about me، أو يكتب المصمم اسمه أسفل الموقع. وأحيانا المصمم بيكون شخص وأحيانا بيكون مؤسسة. يعني مثلا ممكن المدرسة ما عندهاش حد عارف الموقع فيلجأوا لمبرمج يصمم لهم، والمبرمج ده ممكن يكون بيعمل فردي يعني لحسابه، وممكن المصمم نفسه بيعمل في مؤسسة لتصميم المواقع. المهم إن البيانات دي لازم نجمعها قبل ما نبدأ في تقييم الموقع. آدي معايير تقييم مواقع الويب التعليمية. ولما حضراتكم طبعا دراسات عليا، لما تسمعوا كلمة أو لما تقروا كلمة معايير، أنا رايح أتكلم على المسطرة أو المسطرة اللي هنقيس بيها. أنا عايز أقول للطالب الطالب طلع في ضوء إيه؟ في ضوء درجات، في ضوء أخلاقه، في ضوء وهكذا. فأنا بدي بسميها المعايير اللي بحكم في ضوءها، ستاندردز. عندنا زي ما حضراتكم شايفين خمس عناوين رئيسة لتقييم مواقع الويب التعليمية، تاخد منها تيسر اليوم ونكمل ان شاء الله على المحاضرة اللي جاية. في المحاضرة اللي جاية يا شباب زي ما كتبت لكم الاعلان يكون من الساعة 6 ساعة، لان هيبقى فيها جزء تطبيقي. لما هنبدأ في عملية تصميم الموقع زي ما هنشوف مع بعض هيبقى فيها جزء تطبيقي انا برضو اللي بدرسه لكم الجزء العملي ده، وبالتالي مش هينزل لكم في دروس العملي. ان كانوا مجمعين لكم دروس عملي في يوم معين ده بالذات مش هينزل، لانه ده هيكون مصاحب للنظر في نفس الجلسة. اول هذه المعايير ما يطلق عليه الاكسسابيليتي او معايير الاتاحة، احيانا يسموها معايير سهولة تصفح الموقع. هل نتصفح الموقع ببساطة، واضح مش واضح، هنتكلم عنها بشيء من التفصيل بعد دقائق.
النوع الثاني من المعايير معايير الثقه في مصدر النصوص. الموقع ده فيه وثائق، فيه دروس، ايه الخط ده فصل ولا ايه يا شباب؟ النت عندي ما فصل. لا ده الخط فصل يا تيسير، معرفش الخط فصل فجأة وبيرجع حاليا، فبحاول اعمل لكم شير تاني للفايل. بحاول اعمل لحضراتكم شير دلوقتي، ثواني بس. ظهرت كده الشاشة يا شباب. المفروض انها ظهرت كده تمام عندكم على بركة الله. ظهر عند حضراتكم النوع الثاني من المعايير، معايير الثقة في مصدر النصوص، يعني الوثائق والمعلومات المنشورة في الموقع صحيحة ويمكن الوثوق بها ولا لا. وهنشوف ايه المعايير الفرعية او ايه المؤشرات الفرعية لهذه المعايير. النوع الثالث اسمه معايير المحتوى، معايير المحتوى اللي هو المادة العلمية. لو احنا عاملين موقع تعليمي، هل يا ترى المعلومات العلمية اللي موجودة فيه صحيحة ولا مش صحيحة ومحدثة، يعني متوافقة مع العصر الحاضر احدث الاكتشافات ولا قديمة؟ هذه معنى معايير المحتوى. النوع الرابع معايير مناسبة الموقع وفائدته، مناسبة الموقع للمستفيدين، يعني إذا كان الموقع ده مصمم لأطفال المرحلة الإعدادية مناسب لمستوياتهم العقلية والمهارية ولا لأ، بيقدم لهم فوائد حقيقية تعليمية تفيدهم ولا لأ. النوع الخامس والأخير معايير التصميم والجاذبية المتعلقة بالجوانب الفنية، الألوان والخلفيات، وضوح الصور، حجم الخطوط إلى آخره. تعالوا نبدأ مع بعض بأول نوع من المعايير وهو معايير الإتاحة، الأكسسابيليتي، أو معايير
سهوله التصفح زي ما ظاهر قدام حضراتكم. اول معيار لازم يكون متحقق، لازم. ليه؟ لانه مش معقول ابدا انت هتقيم موقع مش موجود اصلا على شبكه الويب، امال وصلت له ازاي؟ فيوجد الموقع حاليا على شبكه الويب، ده معيار مهم، لانه بدونه يبقى الموقع نفسه غير متاح. يمكن الوصول والدخول بسرعه للموقع، والوصول والدخول مرتبطين بعنوان الموقع، مرتبطين بعنوان الموقع. يعني مثلا الموقع لو بيتكون من عدة كلمات، يعني مثلا أنا قدامي دلوقتي ظاهر قدامي اسم تيسير حمزاوي أحمد سليمان. لو تيسير عملت أو عمل، معرفش إذا كان أخ ولا أخت، لو تيسير عمل موقع بعنوان تيسير حمزاوي أحمد دوت نت، الثلاث كلمات دول هم الخطأ في حرف واحد منهم ما يوصلش الزائر للموقع. فكل ما قلت عدد حروف عنوان الموقع كل ما كان أسهل في الوصول. يعني شوفوا مثلا عنوان شركة بتاع جوجل، google.com google.com بس خلاص. الخدمات اللي بيقدمها موقع بالمليارات مش بالملايين يا شباب. شركة جوجل القيمة السوقية ليها تتخطى 50 مليار دولار، ومع ذلك شوفوا البساطة في العنوان google.com. يعرف قيمة جوجل اللي بيستفيد منه. يبقى صغر عنوان الموقع مش دليل على صغر النشاط، لا ده العكس. يعني ده لا ده العكس صحيح، ده ممكن كل ما صغر العنوان بتاع الموقع كل ما كان أسهل في الوصول للموقع والدخول إليه. يمكن تحميل الموقع بسرعة، يمكن تحميل الموقع بسرعة. أنا دلوقتي هحاول أبص كده يعني من داخل ده، وهروح إيه هنا هو مثلا، وهروح داخل على موقعي. تمام، بصوا كده يا شباب، الموقع بتاع المرات مش راضي ماكر مش عايز يفتح، ثانية واحدة. تمام تمام، بصوا دلوقتي هعمل لحضراتكم شير على موقعي على شبكة الإنترنت. ظهر عند حضراتكم الموقع ولا لسه؟ ظهر كده؟ طيب تمام، شكرا يا ايمان. تمام، ده يا جماعه ده موقع شبكي على الويب.
تقدر تجمع كل المعلومات عنه. على سبيل المثال ادي ايقونة للسيرة الذاتية، فانت كده هتعرف مين اللي اعد الموقع او مين مصممه، ميثاق الموقع، محاضرات، فتقدر تعرف ان الموقع ده موقع تعليمي، في موديل، في سكولوجي، في يوتيوب، في بنك المعرفة، في فيسبوك، في قاعدة بيانات المنظومة الى اخره. فبالطريقة دي انت بتقدر تعرف اهم المعلومات اللي انت عايزها عن الموقع. وفي الحالة دي انت كمان تقدر تبدل، يعني مثلا خريطة الموقع، ها ظهرت عند حضراتكم اهو. لو عايز تزور مثلا، ناخد ايه مثلا، ملخصات رسائل الماجستير اهو، وعايز تاخد ملخصات رسائل الماجستير في اي من التخصصات وليكن مثلا في المناهج وطرق التدريس اهو، وعندك كل تخصصات المناهج وطرق التدريس. لو بتدور على رسائل في المناهج وطرق تدريس العلوم اهو، يا رب تكون الشاشة ظاهرة قدام حضراتكم اهو. كده انت بتقدر تتنقل ببساطة شديدة. انت لاحظت سرعة التحميل، سرعة التحميل واضحة خالص، يعني بتقدر تنتقل من اي مكان لاي مكان. عايز ترجع للصفحة الرئيسية اهي، عايز تروح لأنشطتي في خدمة المجتمع اهي، عايز تشوف محاضرة او ورشة عمل من الورش دي هي، تقدر تنقر عليه وتوصل له. ادي ورشة عمل حوالين صياغة الاهداف، ثانية واحدة اهو، ده عن التفاعل اللفظي اهو، دي عن إثارة الدافعية، إثارة دافعية الطلاب، وهكذا. يبقى سرعة التحميل وسرعة الوصول داخل الموقع من أي مكان لأي مكان ميزة غاية في الأهمية. لما أقول لك إيه مثلا، عفوا، ناخد محاضرات علمية أهي، المحاضرات عن العلوم الطبيعية، محاضرات في العلوم الطبيعية، أنقر، أدي محاضرات عن الكون، محاضرات عن الأرض، محاضرات عن الخلية، ناخد الخلية، أدي الخلية، وحدة البناء والوظيفة اهو. فلما اتكلم عن حداثة المعلومات بتكلم، هل يا ترى المعلومات دي حديثة؟ هل المعلومات دي صحيحة؟ هل الكاتب والمصمم ده موثوق فيه بحيث ان احنا ناخد منه علم ولا لا؟ حتى الايقونات الخارجية، انا لو نقرت هنا هو على اليوتيوب ياخدني على اليوتيوب مباشرة اهو اهو. لو انا عايز اروح على صفحتي على الفيسبوك اهي، تمام. لو عايز مثلا قصائد شعرية اهو، لو عايز اشوف قصائد شعرية لأحمد مطر اهو، كل دي قصائد. لو عايز اشوف القصيدة دي مثلا تحديدا الموجز اهو. اللي عايز اقوله ايه، ان سرعة التحميل والوصول ده هو المعيار اللي احنا بنتكلم عنه، هو ده المعيار اللي احنا كنا بنتكلم عنه. هستأذنكم هأوقف المشاركة بالنسبة للموقع وارجع لمضمون المحاضرة. يبقى قلنا اتكلمنا عن، حاليا بيتم الشير، ثواني بس ان شاء الله تعالى ويشتغل، واحنا عموما احنا قربنا نخلص المحاضرة خلاص. يبقى يمكن تحميل الموقع بسرعة، المقصود بيها انه الموقع يظهر قدامي بمجرد ما انقر على عنوانه يظهر قدامي من شبكة الانترنت بسرعة. سهولة تصفح الموقع دلوقتي بقى لها معنى، شفنا يعني ايه سهولة تصفح الموقع، يعني بتقدر تنتقل من اي صفحة فيه لأي صفحة أخرى بسهولة. هذه معنى سهولة التصفح، كأنه كتاب في إيدك بتقلب صفحات. وجود محرك بحث داخلي، لو أنت مصمم موقع بتقدر، وهعلمكم ده أثناء إن شاء الله تعالى أثناء العملي، إزاي تعمل محرك بحث بحيث أن زائر موقعك يبحث عن كلمة معينة داخل الموقع بتاع حضرتك.
يعني انت لو موقعك مثلا عن تدريس الرياضيات، فهو عايز يبحث عن تدريس موضوع الدوال، فازاي تضع في موقعك باحث او سيرش انجن نسميه ماكينة بحث، يقدر من خلاله بس يكتب كلمة الدوال فيوصل لموضوع الدوال اللي موجود داخل موقعك. برضو سهولة طباعة صفحات الموقع، واحد عايز يطبع الصفحات عشان يحتفظ بيها برضو تبقى سهلة، لان في بعض المواقع لما تيجي تطبع صفحاتها تلاقي الكلام بره الهوامش، او الصور كبيرة جدا والنصوص صغيرة جدا الى اخره. كمان يسهل الوصول للموقع عبر محركات البحث الخارجية، يسهل الوصول للموقع عبر محركات البحث الخارجية. انا هشارك لكم دلوقتي، هعمل شير لشبكة الانترنت نفسها. ثانية واحدة. تمام كده؟ اهو ده محرك البحث جوجل، هعمل لكم شير ليه. ظهر قدام حضراتكم محرك البحث جوجل، صح؟ تمام، كويس. بصوا حضراتكم دلوقتي، أنا عايز أوصل من محرك البحث جوجل لموقعي، لموقعي أنا، فهكتب إيه مثلا؟ هكتب التربوي، التربوي الإسلامي العربي، اهو انتر، اخذني لمواقعي اهو. كل دي خلوا بال حضراتكم، ده مواقعي سواء كان على موقع الجامعة او موقع الخاص الى الى اخره. خدتوا بال حضراتكم؟ يعني انا لو نقرت دلوقتي اهو، بصوا اهو، لو نقرت هنا اهو، ده موقعي من داخل جامعة سوهاج. خدتوا بال حضراتكم؟ اهو ظاهر قدام حضراتكم، دي صفحة موقعي او الدخول لموقعي من خلال موقع الجامعة. وهو يعني الفكرة اللي عايز اقولها ايه، انك بمجرد لازم في امكانية انك توصل للموقع من خلال المواقع الخارجية. اوعوا تنسوا ان انا وصلت للموقع من هنا اهو، انا رحت الجوجل اهو، انا كتبت هنا هو التربوي الاسلامي العربي ووصلت. خدتوا بال حضراتكم؟ لو عايز اوصل لصفحتي على الفيسبوك بنفس الطريقه. اللي عايز اقوله ايه، انه ممكن من خلال صفحه محرك بحث دولي انك توصل للموقع اللي انت عايزه. ادي جوجل اهو، واقدر اكتب فيه باللغة الانجليزية dryousry.net اهو اهو، من خلال جوجل. خلوا بالكم احنا في جوجل اهو، اهو ادي اهو، ممكن انقر عليه كده. انا ما وصلتش للموقع بعنوانه، لا، ده انا بحثت عليه من داخل جوجل ووصلت له. وضحت الفكرة؟ يبقى من ضمن المعايير الهامة جدا انك تقدر توصل للموقع من خلال محركات البحث الخارجية زي جوجل، زي ياهو وما شابه.
عند النقطة دي يا شباب نتوقف إن شاء الله تعالى ونكمل المرة اللي جاية. المرة اللي جاية هيبقى فيها جزء نظري، وإن شاء الله تعالى هنبدأ في الجزء التطبيقي، فياريت نحضر ونبلغ الزملاء الآخرين بأهمية الحضور. تمام يا شباب؟ وإن شاء الله تعالى بكرة إن شاء الله تعالى ممكن تلاقوا نسخة من المحاضرة، وياريت حد من الزملاء كمان يقدر يسجل المحاضرات أول بأول عشان تقدروا تتبادلوه. أي سؤال أقدر أجاوب عليه دلوقتي يا شباب؟ لو حد عنده أي استفسار. أنا شايف قدامي إبراهيم وإسراء وأمال كمال وأميرة وإيمان طارق وإيناس عبد الله وتيسير حمزاوي وحسناء حمدي وسارة أحمد وسارة خالد وسلوى أحمد وسلوى أحمد وسميحة محمد وسهام عبد الهادي وغدا عاطف وفام عهدي ومروة محمود وميرنا حسام وندى أشرف ونهى صابر ونهى منسي ووليد ثروت. مروة بتسأل المحاضرة القادمة هنبدأ في الجزء العملي. احنا دايما كل محاضرة يا مروة هيبقى فيها جزء نظري وجزء عملي، كل محاضرة جزء نظري وجزء عملي. احيانا نبدأ بالجزء النظري وأحيانا نبدأ بالجزء العملي. ليه؟ لأنه أحيانا ببقى الجزء العملي أنا محضره جاهز للبدء فيه، أدي السبب. فبعض المحاضرات هتلاقونا بدأنا بالعملي، بعض المحاضرات هتلاقونا بدأنا بالنظري، لكن اعتبارا من المحاضرة اللي جاية هيبقى الزمن الكلي ساعتين، جزء منه نظري وجزء منه عملي. شكرا لله يا مروة. لو حد ليه أي استفسار برضو أقدر أجاوب عليه حضراتكم. أميرة بتسأل التكليف ده على مدار الترم؟ لا يا أميرة، إحنا أصلا عندنا عدة تكليفات. ده أول تكليف بعد المحاضرة اللي جاية إن شاء الله تعالى، هتعرفوا التكليف بعد المحاضرة الجاية. هيكتمل موضوع التقييم للمواقع، هقول لكم هتنفذوه إزاي. لكن ده إحنا عندنا تصميم، إحنا هنصمم موقع كامل. يعني التكليف الأساسي الكبير بتاع المقرر انه في نهاية المقرر هيكون كل وحدة يا أميرة او كل واحد من حضراتكم صمم موقعه الخاص. حسناء بتسألني ممكن نأخر المحاضرة تكون من 8 ل 10؟ ما عنديش مانع يا حسناء، بس استأذنك اجل الامر ده هو محاضرتين ثلاثة تانيين، نكون بدأنا نخرج من الشتاء، لان 8 ل 10 في الشتاء صعب. لكن ان شاء الله تعالى لما نبدأ ندخل على الجو الحار شوية كده هو، يعني يمكن مثلا في الأسبوع الأخير من مارس، ممكن بالاتفاق مع باقي الزملاء نأجلوه من 8 ل 10. أنا ما عنديش مشكلة. نهى صابر بتسألني بتقول يا دكتور تصميم الموقع ده تبع البرمجة؟ أيوة، هو تصميم الموقع هو نوع من أنواع البرمجة، بنستخدم فيه اللغة اللي بنسميها HTML، بس مش هنستخدمها بالطريقة الصعبة، هنستخدمها برمجة بالجرافيكس، فبتكون سهلة لأنها بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على الذوق، يعني ذوقك، الألوان، الخطوط، لكن بتكون عملية سهلة جدا. تعامل إحنا بنسميه البرمجة البصرية، مش بنكتب الأكواد والصعوبات بتاعت لغات البرمجة زي سي بلس وزي الفورتران زي زمان. أميرة بتسألني تصميم المواقع هيحتاج لجهاز كمبيوتر ولا ينفع من الفون؟ للأمانة يا أميرة هو ينفع من الفون، لكن هل يا ترى هتقدري تتحكمي في التصميم بصوابعك؟ هو ده السؤال. فالأمر هيختلف من شخص لشخص. الموقع اللي احنا هنتعلم تصميمه، احنا أصلا هنتعلم تصميمه بحيث انه يتعرض من شاشة كمبيوتر ويتعرض من شاشة موبايل. إذن فتصميمه على الموبايل ممكن؟ الإجابة نعم، لكن هل أنت هتقدري بصوابعك تتحكمي من خلال شاشة الموبايل في عملية التصميم؟ أمر يختلف يا أميرة، من أميرة لسلوى لنهى، كل واحد هيبقى ليه قدراته. سلوى بتسألني المحاضرة الجاية في نفس الميعاد كده؟ المحاضرة القادمة من 6 ل 8 يوم السبت بإذن الله تعالى. نعم. أي استفسار آخر؟ طيب شكرا 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 جزيلا.
المشكلة إنه أغلبنا مش عندنا جهاز كمبيوتر حضرتك يا دكتور. بص يا بص يا أميرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هقول لك حاجة، لو مش قادرة تتنفذي على الكمبيوتر في البيت لأنه مش متوفر، معمل الكمبيوتر بتاع القسم اللي اسمه معمل التعلم الإلكتروني، أهلا وسهلا بيكي، بس تبلغي بالمواعيد بتاعتك، وتكون يفضل إنها تكون ما بين الساعة 9 والساعة 2 تيجي، وامين المعمل وامينه المعمل موجودين ويفتحوا لك وتتعلمي وتنفذي اللي انت عايزاه. ده اللي نقدر نعمله. اهلا وسهلا بيك. ماذا ايضا؟ طيب، مره تانية كل عام وحضراتكم بخير، واشوفكم ان شاء الله تعالى بصحه وعافيه، لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله الاسبوع القادم يا شباب. في امان الله. مع السلامة.